طيب خلينا ننتقل مع حضراتكم دلوقتي لملف كمان الحوار الوطني، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني ناقشت عدد من القضايا المهمة المتعلقة بالقضاء على التمييز ودور الدولة في حماية الحريات العامة. خلينا نتابع هذا اللقاء مع دكتور نيفيد مسعد مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالمحور السياسي. احنا على فكرة بدون ترتيب كده المحور المجتمعي بيشتبك النهاردة اشتباك كبير قوي بقضية مكافحة التمييز اللي كنت يعني بأشرف بأن أنا بأدير النقاش فيها. احنا بنتكلم وصاية المرأة على أولادها وعلى مال أولادها القصر بعد وفاة زوجهم، فالاثنين مرتبطين ببعض. احنا في المحور السياسي في لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة كانت أول قضية ناقشناها هي قضية مكافحة التمييز، وبالتالي التمييز طبعا ده مروحة واسعة جدا، يعني له أبعاد مختلفة، دين ولغة واتجاه سياسي وطبقة ومسكن مقر موجود في أقاليم ولا موجود في العاصمة، يعني مروحة شديدة الاتساع، ومن ضمنها النوع طبعا المرأة. لكن من حسن الحظ ان الاتجاه العام اللي كان سائد كان ضد فكرة التمييز، وسيقت بقى في السياق ده يعني آيات من القرآن ومن الإنجيل بتؤكد على فكرة رفض التمييز، فده شيء إيجابي. طبعا في بعض الناس كان ليهم اختلافات شوية، ان هم خايفين مثلا انه المطالبة بعدم التمييز تخرجنا عن اطار المجتمع المصري الى اخره، لكن يعني المينستريم الاتجاه العام كان كله في اطار لا احنا لازم نضبط الممارسات التمييزيه، خصوصا ان بعض الممارسات دي بتتم دون وعي. يعني احيانا الواحد بيتصور مثلا لو هو جاي على ندوه وجاي متاخر ولا انا اريد ان اتكلم مثلا 10 دقائق اكتر من غيري لان عندي كلام مهم، طب انا بدايه لما افترض ان كلامي هيكون كلام مهم وان كلام الاخرين كلام اقل اهميه، فده تمييز بدون ان اشعر ان انا بعمل تمييز، لكن هو ده تمييز. وقيس على كده بقى انه حد يسبقك في الطابور، لا فانت عايز فاللي بيسبقك في الطابور ده شايف ان هو وقته اسمن من وقتك. انا بشوف ان الهويه الثقافيه دي اهم يعني مكون من مكونات الشخصيه المصريه، لانه ببساطه الشخص اللي ما يعني تايه او ضايع لا يمكن يبقى لا شخص منتج ولا منجز ولا منتمي ولا اشياء من هذا القبيل. فانا هتكلم ازاي نرجع اولادنا للعامية اللي احنا تعودنا عليها، مش للعامية الشائعة حاليا وملهاش علاقة ابدا بالعامية اللي احنا تعودنا عليها. يعني العامية دي اللي كتب بيها حد زي صلاح جاهين، ومن كتر ما كانت عاميته عبقرية يعني اتقال انه احنا خايفين على اللغة العربية منها. يعني احمد شوقي قال انا اخشى على الفصحى مثلا من عامية بيرم. ليه؟ لانه بيرم كان جعل او ارتقى بالعامية الى مستوى اصبح يعني بيهدد فعلا لانها سهله وبتنتشر وبتنساب وبتنفذ الى اخره. فازاي احنا نرجع نفسنا واطفالنا للعاميه العاديه المصريه التقليديه اللي دخلتنا كمان على فكره كل الدول العربيه، يعني مسلسلات زمان طبعا طبعا هتبص تلاقي كل الشعوب العربيه بتتكلم اللهجه المصريه القديمه، لكن احنا لازلنا مثلا بنواجه صعوبات في التعامل مع بعض اللهجات العربيه في المغرب العربي خصوصا الى اخره. فدي نقطه هتكلم فيها. النقطه الثانيه هي نقطه اللغه الفصحى، الناس بتنفر منها وبتهجرها، والطلبه حاليا يعني يا اما بيكلموا انجليزي يا اما بيكلموا اللغه الهجين دي العاميه اللي هي هجين من حاجات مختلفه، وبالتالي ازاي احنا نحبب الاطفال في اللغه في لغتهم العربيه الفصحى اللي هي هويتهم. يعني فكره الحفاظ على الهويه المصريه وتحديدا اللغه العربيه اللي بتميزنا، يعني اهم ما طرح بالامس في جلسه الحوار الوطني في المحور المجتمعي.